بدك تدخل العراق حاليا؟ يعني شعور من يرجع الى اهله واحبائه وراء العوائل الكثيره من الشهداء والمفقودين والممتحنين، ولديه امل كبير في ان الله سبحانه وتعالى يفتح العراقيين ويعيد العراق الى وضعه الطبيعي ان شاء الله، وموقعه من منطقة وموقعهم العالم إن شاء الله. نسأل الله أن يحفظكم إن شاء الله. ومن هذا المكان أو فيه كان الموعد موعداً مع الوطن، وقد اختاره آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم أن يكون من أقصى الجنوب حيث حدود الإنسان العراقي. فنخلة وحناء وملتقى النهرين وإطلالة البحر الخالد والهور المجاهد، بل أراد أن يحتضن أكبر قدر من تراب الوطن، بل أراد أن يحتضن العراق بقلبه الذي فارقه مرغما. عيون تترقب اللقاء، وأفئدة تربو إلى لحظة العناق. قائد يتجه موكبه صوب الحدود، وجموع تهرول لاحتضان القائد. المكان ما زال شاهدا على لحظات اللقاء الكبير. جمهور يحتضن الذكريات ويترجمها إلى دموع، وأقدام تلتهم التراب لتصل إلى نقطة البداية. خبر قلت لك انتشر كالنار في الهشيم، من واحد إلى واحد سيقدم سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم. الناس بفطرته بسجيته ما كان عندها شخصية ولا قائد ولا ملاذ غير سماحة السيد الحكيم، ولذلك كل القلوب والنفوس توجهت إلى هذا الشخص. آلاف مؤلفة بداية السقوط ما كان السيارات بهذا العدد وبهذا الحجم، لكن بيومها صار نفير عام. كل الناس بكل الوسائل كل السبل، سيارات حديثة قديمة، بايسكلات، حتى العرباين اللي تجرها الخيول، الناس كلها لأن تعتقد أن كهفها الحصين وملاذها هو سماحة آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم. هنا تجمهر الناس، وهنا صدحت عناجيرهم بحب الحكيم، وذكرتنا بتلك الصيحة التي سمعناها ابان الانتفاضة الشعبانية: يا حكيم سير سير واحنا جنودك للتحرير. ما كان عندنا غير السيد الحكيم. اتذكر اللحظة اللي وقفت بيها وانتظر سماحة السيد الحكيم، هنا كنت واقف وكنا ننظر إلى القدوم المبارك لسماحة السيد الحكيم، وكان معي مجموعة من الأخوة، والناس تهتف باسم الحكيم، وهذا اللي ينشد شعر وهذا اللي ينشد الهوسة. من المواقف المثيرة والتي لا تنسى، أحد أحباب السيد الحكيم، محبي سيد الحكيم، رمى بنفسه من على هذه البوابة وعلى السيارة التي كانت تقل سماحة السيد الحكيم، يعني عبر عن حبه السيد الحكيم ورمى بنفسه من على هذه البوابة على السيارة التي كانت تقل سيد الحكيم. الحقيقة هذا موقف لا ينسى. لم تكن الأوضاع الأمنية مناسبة لعودة شخصية بثقل آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم. فبعد سقوط النظام الدكتاتوري البعثي انفلتت الأمور عن عقالها،
وليس هناك سوى سلطة الاحتلال. وكان السيد الحكيم يرفض الدخول تحت حمايتهم، لذلك قرر الدخول إلى أرض الوطن بمشروعه المستقل وبعيدا عن أي تأثيرات خارجية. كان تحدي كبير حقيقة أن يدخل، والأوضاع مربكة في العراق، تحديات أمنية كبيرة، قوات الاحتلال كانت تسيطر هي على المشهد العراقي، السلاح الكثير الذي خلفه النظام السابق والأجهزة الأمنية وأصبح منتشر في كل مكان وبمتناول الجميع، أيضا حل الأجهزة الأمنية والجيش والشرطة وغيرها، كان من الصعب أن تستطيع حماية شخصية بهذا الحجم بهذا الوزن التي كانت محط استهداف كل أعداء العراق. كان يعطي رسالة واضحة أن البصرة هي مدينة المجاهدين، مدينة التضحيات، مدينة الشهداء. فحقيقة عند دخوله من منفذ الشلامجة الجميع شاهد الأمواج البشرية المتلاطمة التي استقبلته، التي غصت يعني المنطقة التي على امتداد منفذ الشلامجة، كانت أمواج بشرية هائلة لم تسبق أنه استقبلت بهذا الشكل أي شخصية أخرى. والمعروف عن شهيد المحراب أنه كان لا يرغب بمظاهر الحماية والسيارات والأسلحة وغيرها، كان رجل ترابي متواضع يقول أنا بين أهلي وناسي، تحموني من ناسي وأهلي. كنا نتوقع أن هناك حشود كبيرة ستستقبل شهيد المحراب عند دخوله العراق، لكنه نعم تفاجأنا بأن يعني أضعاف ما كنا نتوقعه. نعم في أيام المعارضة كنا على تواصل مع جماهيرنا في داخل العراق ونعرف هناك شعبية كبيرة لشهيد المحراب، وكنا نتوقع بعد أن سقوط النظام أن تكون هذه الجماهير في استقبال شهيد المحراب، لكنه لما رأينا هذه الأمواج البشرية المتلاطمة لاستقباله كنا يعني إلى درجة السيارة لا تستطيع أن تشق طريقها في وده أن يسلم على كل عراقي، لأنه كان متشوق لرؤية العراقيين يعني الإحساس بمعاناتهم. ذلك الواقع الجديد كان مثاراً لقلق النخب العراقية، وكانت الأنظار تتطلع لمن يملأ الفراغ بنهج جديد لا يمت إلى الطغيان بصلة. فلم تجد تلك النخب سوى آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم لتعقد عليه آمال النهوض والبناء وتحقيق دولة المؤسسات التي تأخذ رقعة الإنسان ضمن حساباتها. كان يرى أن التغيير هي قضية حتمية، فكان يرسم ويعد الخطة لما بعد التغيير، وباعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى قد ادخره لهذه المرحلة الحساسة، باعتبار أن العراق بعد سقوط الصنم قد مر بفوضى عارمة وكان مهدد بتقسيم العراق إلى دويلات ثلاثة على الأقل، بالإضافة إلى الاحتقان الموجود الكبير. فكل الأوضاع كانت تبحث عن شخصية جامعة تلتف حولها كل النخب وأبناء الشعب العراقي، فكان ظهوره قدس الله سره الشريف في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق، يعني اجتمعت حوله كل القوى السياسية بما يمتلك من عمق تاريخي وارتباطه بمرجعية النجف الأشرف. تارة أيضا البصرة لأهميتها وخصوصيتها ووضعها بأنها رئة العراق، وكذلك ليبدأ مسيرته من جنوب العراق إلى مناطق أخرى. نحن كأكاديميين بصراحة كنا ما كانت الصورة بالنسبة لنا واضحة ما سيؤول عليه الوضع في العراق بعد كل هذه السنوات من الدكتاتورية والظلم والاحتقان الموجود.
أيضا بوادر الفوضى ظهرت بعد السقوط، فكنا قلقين جدا على وضع العراق في المرحلة المقبلة. لكن ظهور سماحته وقدس الله سره الشريف في هذه المرحلة كان مبعث طمأنينة لكل القوى السياسية، لكل النخب، لكل الكفاءات في هذا البلد. كان تعاطف كبير من جميع أبناء الشعب العراقي وليس في البصرة بشكل خاص بهذا القدوم المبارك، وكانت يعني الخروج كان عفوي، يعني لم يبلغ عنه أصلا. هنا في هذا المكان توقف الركب الذي يقل رجلا حمل العراق في قلبه والإنسان في ضميره والعقيدة في وجدانه وجوانحه، رجل قل نظيره وفي عالم آخر بعيد أو قريب من العراق المثخن بالجراح. شخصت الأبصار لشاشات التلفاز واستعدت الأقلام لكتابة ما سيقوله الحكيم القادم من ميدان المواجهة. هنا كان المشهد مختلفاً لا تصفه الكلمات، فالحناجر تصدح بعبارات النصر الإلهي الذي طالما بشر به السيد الحكيم. هنا كنت أنا عارف الحفل وأنتظر الجماهير اللي جاءت من الصباح المبكر، من الصبح يعني من الساعة 7 احنا ننتظر الجمهور، وامتلأت هذه المنصة بجمهور البصري. الجو كان يوم 10/5 الجو كان حار، يعني الجو نحن بالبصرة حار ب 10/5 حقيقة. احنا ننتظر وماكو، لا كان بذاك الوقت اكو مثل بطاله ماي او قواطي ماي او ماكو امكانيات، ماكو بعد السقوط يعني. سبحان الله، اللهم صل على محمد وال محمد. اجت غيمه صارت على هاي المنصه وظللت علينا وراسا دثت مطر، مطرت يعني الدنيا 10/5 مطرت الدنيا بالبصره. هاي ابناء البصره واللي حاضرين بهاي المنصه يتذكرون هذا الموقف. السيد وصل تقريبا 11:30 12:15 وصل بهذا الوقت. السيد راسن، السيد منجا رحمة الله على روحه، ما يعني السيارات ما تقدر تطب، شلون تطب السيارات؟ فبالمستحيل يعني سوى أن تدخل السيارة توصل هنا. فالسيد رفعوه الجمهور البصري، رفعوه من السيارة لحد ما وصل. اجى السيد وصل حد ما وصل هنا هاي المنص. أنا وخرت من المنصة بعد ما رحبت، وخرت من المنصة وجا السيد راسن. رحلة العاطفة والنصر والمشروع مشروع تبدأ خطوط خريطته من منفذ شلامشة ليضع له أثراً في كل شبر من أرض الرافدين، ويتزود صاحبه بنظرات اللقاء من جميع العيون المترقبة عبر القرى المنتشرة على طول شط العرب نحو الفرات بداية، وعبر شوارع ترسمها الأهوار وصولاً لمركز ذي قار. وفي ذي قارة حكايات خطت حروفها ببنادق الرجال، وكان مدادها من دم الشهداء والثوار، عشائرها تحتشد من كل مدينة وقرية وريف وهور، وكأنها تريد أن تطلب الإذن بإنهاء ثورتها، وهي تدرك أن هذا الإذن لا يطلب من غير الحكيم. موكب النور يحث الخطى ويكمل المسير بحيرة وشوق.
في كل شبر من هذه الدروب الباحثة عن الحرية والأمان يحتشد الرجال والنساء والأطفال لينشدوا نشيد الخلاص ويعلنوا الولاء لقائد أرعب الطغاة فصار رمزا للباحثين عن العزة والكرامة. جموع تنثر المشاعر في جميع الطرقات وشوارع تطوى لتقصر المسافات وتحقق اللقاء المنتظر. المهم الصبح جينا لقينا سيارات جاي تحمل بشر أشكال بها معقلين بها أفندية بها لابسة دشاديش وين يابا؟ قالوا رايحين للسيد. بعضهم عندهم أعلام بيارخ كذا. المهم السيارات الباصات كانت نوع ريم وكان هاي الأوام همه وبعض السيارات الشخصية للناس. فالمهم صعدنا اجينا على انه السيد وين نستقبله؟ بتقاطع تل اللحم مال سوق الشيوخ. نزلت الناس كلها والجماهير وبدت تهتف بالاستقبال السيد وين بالضبط؟ بالتقاطع مال تل اللحم سوق الشيوخ. بعدين ما ادري اجى خبر عن طريق شخص ما ادري عن طريق ثريا اتذكر انا ذاك موجوده انه يابا ترى الاتجاه مو هذا الطريق. منين يجي؟ قال يجي من التقاطع اللي يجي باتجاه الفضليه اللي هو يجي قبل سوق الشيوخ يعني مو بالاتجاه الطريق الدولي. فتحولت الناس كلها اتوقع يعني بوقتها يعني كانت الناس الهنيه تروح مشي رغم انه هي مسافات يعني كلش بعيده. ما تاخرنا تقريبا شي ساعه زمان وصل لموكب مال السيد. طبعا كان مشهد مؤلم يعني كانت عواطف الناس بيك جدا جياشه. والمفاجاه الاكبر انه من راينا السيد بالسياره السيد كانت دموع الفرح تنهال. اثناء الطريق انا شاهدت اكو نساء واقفه على الطريق اكو ناس بدات تنحر ذبايح وما ذبايح يعني فرحه بقدوم السيد. هاي شفتها بام عيني واتذكرها كانه المشهد امامي يعني. المهم فكان انتهى الطريق بالموكب الى الساحه اللي قدام المحافظه القديمه. هنا المثنى ومن هنا بدأت الثورة الأولى، ثورة الاستقلال والعشرين، ليبدأ عراق جديد وللإمام مرجع الطائفة ذكريات وارتباطات جذورها بعمق هذا العراق. كأن الأبناء يجددون العهد مع ابن مرجعهم، قائد ثائر ضد الطغاة وساع لإعادة بناء دولة تحترم الإنسان. وضع المثنى بشكل عام، المثنى لها خصوصية مع هذه الأسرة العظيمة، المثنى لها خصوصية. لماذا؟ لأن ثورة العشرين تقريبا كل أحداثها صارت في محافظة المثنى. من أسس لهذه العملية؟ سيد محسن الحكيم. سيد محسن الحكيم في الشعبة كان يمتط الجواد والسلاح بيده كأفراد العشائر العراقية. من ذيك اللحظة أصبح فرد تناغم أو انصهار بين هذه العائلة والعشائر العراقية. الباقي الأثر هذا انتظروا فعلا انتظروا عودة شهيد المحراب. شهيد المحراب الشخصية الأولى اللي دخلت للعراق شخصية سياسية، علما كانت الظروف غير مؤاتية غير ملائمة جدا، ولكن إن ما فكر لا بنفسه ولا بوضعه ولا بالوضع الأمني، فكر بالقضية العراقية. من دخل السيد شهيد المحراب من البصرة هبت جميع العراقيين. أقدر أقول أنا شاهدت القضية بعيني، أقدر أقول أبو المحل سيد محل صاحب المضيف سيد مضيفة، أقدر أجزم وأقول ثلاثة أرباع الشعب العراقي خرج إلى استقبال شهيد المحراب. عشرات الآلاف في محافظة المثنى، علما محافظة المثنى محافظة يعني من حيث السكان صغيرة، بس عشرات الآلاف اللي استقبلت شهيد المحراب رضوان الله عليه.
قبل ساعات من هذا التوقيت كانت الجماهير هنا تحف قائدها القادم الكبير من بلاد الغربة بعد رحلة طويلة من الجهاد في سبيل الوطن وفي سبيلها. جماهير تقاطرت من كل صوب واحتشدت في كل الشوارع ومن كل الاتجاهات. لم تنتظر هذه الجماهير لحظة للسؤال عن المكان الذي سيحل فيه القادم الكبير ولا عن زمان قدومه. عشائر اجتمعت هنا، هذه العشائر لها رحلة جهاد طويلة ولها صلة جهاد أيضا بالقادم الكبير. كان الترقب يعني إلى درجة مهولة بحيث أصبحت يترقبون بأنه دخل، يعني كانت المراقبة لدخوله منذ دخول الحدود في الشلامشة إلى دخوله في البصرة حتى دخوله إلى محافظة ذي قار، وبعدها استقبلوه فلم يستطيعوا صبرا باستقباله حتى هرعوا إلى قضاء الخضر لاستقباله من هذه القضاء. لم تستقبل شخصية عراقية مهاجرة ومجاهدة في سبيل العراق وفي سبيل الله كما استقبل السيد محمد باقر الحكيم آنذاك، ولم يستقبل بعده أحد حقيقة. نلاحظ الاستقبال المهيب، كانت الناس يعني مفعمة بالأمل بقدوم هذه حقيقة الشخصية الهائلة. العراقيين انتظروا سماحة السيد محمد باقر الحكيم شوقا كما انتظر يعقوب ولده يوسف عليه السلام. ويستمر ركب القائد متجها صوب جده الأمير ولديوانية العراق ضيافة وعهد، عهد بولاء لا تنقضه مكائد الحاقدين، فبيوت هذه المدينة تحتضن شعاع الأمل القادم بعد غربة طويلة. خرجت الجماهير بعشائرها برجال الدين بشخصياتها بمثقفيها باستقبال شهيد المحراب رحمة الله عليه طبعا، وتجمعت هذه الجماهير بهذه المنطقة حي الحكيم اللي سابقا تسمى أم الخيل، وعند قدوم شهيد المحراب رحمة الله عليه إلى هذه المحافظة العزيزة الكريمة استقبلت هذه الجماهير شهيد المحراب بهذه المنطقة. طبعا هذا البيت اللي خطب من عنده سماحة شهيد المحراب رحمة الله عليه، وتجمعت الجماهير طبعا بهذه المنطقة. هنا تجمعت الجماهير باعتبار ما كان هنا دائرة، كان هاي منطقة ساحة كبيرة، وهذه الساحة الكبيرة تجمعت الجماهير طبعا بحشودها بجماهيرها وبرجال الدين وعشائرها ومثقفيها لاستقبال شهيد المحراب. طاب سماحة السيد الحكيم رحمة الله عليه على أنه قضية الغربة ومعانا من المجاهدون آنذاك هناك في أرض الغربة، وعندما أسقط النظام وجاء السيد وخطب خطابة حقيقة التاريخي في هذه المحافظة، وكان حقيقة خطاب سماحة السيد رحمة الله عليه خطاب أول ما لبى بنعم نعم للمرجعية، وقال أنا أقبل أيادي المراجع واحدة واحدة، ثم دعا الجماهير الالتزام بتوجيهات المرجعية خلال التواصل الاجتماعي من خلال رجال الدين، من خلال العشائر شيوخ العشائر آنذاك اللي موجودة بهذا المساجد الجوامع، أخذت تكبر حقيقة المساجد بقدوم شهيد المحراب إلى هذه المحافظة العزيزة، باعتبار إحنا مستعدين قبل يعني أيام مستعدين عندما سمعنا قدوم السيد إلى محافظة البصرة ثم إلى ميسان ثم إلى ذي قار ثم إلى السماوة، وعرفنا أنه قدوم السيد سيطأ إن شاء الله أقدام المباركة محافظة الديوانية. هنا علي
وأبناء يصطفون منتظرين لحظة القدوم المبارك، قدوم تلتقي به الدموع بالدموع. ساعات قليلة تفصل الجماهير المتحشدة هنا جوار قبر أمير المؤمنين عليه السلام عن اللقاء بقائدها الحكيم القادم من مدينة الديوانية إلى جوار قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام. ومن هنا باب قبلة أمير المؤمنين حيث شارع الرسول بدأت تباشير اللقاء تلوح في الأفق، وملامح موكب السيد الحكيم تتضح شيئا فشيئا، حيث تجمع الناس حول موكبه وحول عجلته لتتلقفه القلوب قبل الأيدي مرحبة بالحكيم القادم لتجديد عهد الوفاء والولاء. طبعاً الاستقبال حقيقة يجب أن نتوقف على استقبال الجماهير إلى شهيد المحراب، باعتبار أن الجماهير أغلبها كانوا من الشباب ومن من لم يعاصر شهيد المحراب ولم يسمع به أصلاً. ولكن سبحان الله الاستقبال، عندما نشاهد الاستقبال الذي قوبل به شهيد المحراب انفلت كل عقد ومؤامرات والهجمة الإعلامية أمام هذا الانشداد وهذا الاستقبال الجماهيري الذي استقبل به شهيد المحراب. حقيقة أنا كنت أحد المشرفين على اللجنة التنظيمية للاستقبال، يعني ما قدرنا أن نسيطر على هاي الجماهير لأن الأعداد ضخمة ما تقدر تسيطر عليها، فماكو غير هاي الغرفة اللي مقابلة إلى الغرفة بالطابق الثاني المقابلة إلى ضريح أمير المؤمنين، وقال أنا خادم للمراجع. هذه الكلمة أول مرجع، وهو مرجع تقليد، ولكنه الأول مرجع يتلفظ بهذه الألفاظ ويقول أنا خادم لبقية المراجع وأقبل أياديهم وأقبل أياديكم أنتم. أنا أقبل أيادي جميع المراجع العظام واحداً واحداً، وأنا خادم لهم، وأقبل أياديكم أنتم أيضاً واحداً واحداً. ولكربلاء قصة كبرى في ضمير الحكيم. منذ لحظات الجهاد الأولى، منذ قيادته لأولى الانتفاضات، انتفاضة صفر التي ثبت فيها شعائر الإمام الحسين عليه السلام، صرخة حق ضد طغمة الظلم والإرهاب. منذ تلك اللحظة بدأ الجهاد، وهنا يتجدد العهد بجهاد من نوع جديد، وربما هو الوداع. لحظة التفجير ما أدري، يعني أنا عادة على المنصة والسيد شهيد المحراب لما يأذن الأذان، بعد الأذان يصعد، أنا أنزل من المنصة وهو يصعد يعني يقرأ الخطبتين. لما صار التفجير احنا انا كنت على المنصة، بالضبط كنت على المنصة قاعد اقرأ دعاء الفرج، اللهم كن لوليك الحجة من الحسن، هاي بعد ما يخلص الصلاة. فحدث الانفجار، كل احنا نتصور بانه الانفجار صار داخل الصحن في منطقة يعني في غرفة الكليدارية، باعتبار انه المنصة امام غرفة الكليدارية. فشدة الانفجار فلشت المنافذ الخشبية لهاي الغرفة وطلعت علينا، فكل تصوري بأنه الانفجار كان هنا. فقمت أبشر الناس، أنا كنت أبشر الناس، الحمد لله السيد طلع، السيد الحكيم طلع، الحمد لله التفجير صار والسيد طالع خارج الصحن. ولكن بعد ما نزلت من المنصة، طبعا انشمرت المنصة 3 أمتار وكان عندي انزلاق، بس أنا ما حسيت به لأنه يعني شدة المشهد ما حسيت به. فطلعت إلى شارع الرسول وإلا ألقى المشهد يعني المشهد البشع اللي أول مرة بحياتي لا زال خالدا في ذاكرتي، رؤوس مقطعة وأيادي والسيارات الخاصة بالسيد شهيد المحراب ملتهبة ناراً.